بيع البضائع في الشوارع مشهد معتاد في كثير من الدول الفقيرة، لكن الغريب هنا هو السلعة المباعة، فئران مشوية. كثير من العاطلين في ملاوي بدأوا يلجؤون لصيد الفئران وبيعها كوسيلة لسد رمقهم، فالفئران وجبة شعبية في بلادهم. يحتاج الصيد لمهارة خاصة، فقد يتطلب الأمر حفر الأرض بحثاً عن الفئران، وهي مهمة صعبة في التربة الصلبة. حفر الأرض لصيد الفئران فيه خطورة بالغة، ففي بعض الأحيان توجد ثعابين وقد تعرض بعضنا للدغ. وبعد الصيد يبدأ شي الفئران تمهيداً لبيعها مقابل ما يعادل نصف دولار أمريكي لكل 4 فئران. يقول الشباب إن بضاعتهم تنفذ سريعاً. الكل يشتري منا، فمعظم الناس في ملاوي يأكلون الفئران. ولا يكل الشباب عن الصيد والبيع أملاً في توفير قوت يوم بيوم. غادة ناصف، BBC.